السلامة، مرحبا. لاباس عليك؟ الحمد لله. شو فما جديد؟ فما شي؟ باش نحكي شوية على أجواء البحر والصيف والتكاليف والمصاريف. باش تمشي تعدي أيامات هكايا في بلاصة، قداش التكلفة؟ التكلفة على قليلة 100 دينار. أيامات؟ أيامات على قليلة 500 دينار. باش تعديهم معناها، كان عندك معناها فاميليا تسكن قريبة للبحر، يسكن ماكلتك وشرابك. كان ما عندكش على قليلة 500 ألف. ليه نحكيو إنسان باش يمشي للأوتيل حاجة هكا باش يعدي أيامات، قداش تتكلف له جمعة مثلا؟ الجمعة تكلف له قريب 600. أوتيل وحده. هو صغاره ولا وحده؟ هو صغار. ليلي ما تسويش. ولا 600. وحده 600 يمكن. وحده 600، ما هو صغار ولا. خاطر نجم يكون هو وقتها عنده عائلة ومش يمشي بحذاه، ومن ينجم تجي أسهل معناه. وقل إن شاء الله ربي يقدر الخير، الصيف هذا يتعدى على خير. خاطر قتلنا بالسخانة. سخانة دي حاجة من عند ربي هذه. سخانة قتلتنا. هذيك هو فصل الصيف. وهاك تسمع كل مرة يحريقة ومرة أو يطفوا في بلاصة، وربي يقدر الخير. أمين. أنت كيفاش تعدي في الصيف توا؟ نعدي في الصيف مرة في البحر، مرة نحوس، كل مرة في بلاصة. مرة مسوسة، مرة المهدية. أنت وشكون؟ أنا معناها ولاد الحومة وصحابي وحبيبي. ولاد الحومة؟ هكا هاو. تمشي تشوف ولاد حومتك البحر؟ نمشي عادي، قلقنيش. كيفاش علاقتك بولاد الحومة؟ سافا. يحبوني ونحبو. مازالوا ولاد حومة يمشيو مع بنات الحومة البحر؟ مازالوا نتو. هكا هاو. انت كي تعيش معاهم بالقدر وما تعملش خيانة هكا ولا هكا يحبوك. خيانة شنو؟ ما تخونهمش، ما تعطيش سرهم. وانا يحطوا خبي السر هذاك، كي تفضحوا وقتها ما عادش يدور بك حتى واحد. خاطر ولينا نشوفوا ديما علاقة الطفلة والطفل في الحومة علاقة بالقدر، السلام السلام. ما نسمعوش بمشاو للبحر وهكا ولاد الحومة مع بعضهم مع بنات الحومة، ما سمعناش بهم الحكاية هذه. نمشوا اما ما نقولوش ببعضنا. نمشوا اما ما انا في السكريتو. في الغامض. علاش في الغامض؟ كهو باش ما يسمع بينا حد. كهو. قداش تكلف لك المشي للبحر؟ على خليلة 100 دينار. 100 دينار. خاطر ما بين فطور وماء وقهوة وباش تروح مشيت على روح. وين تبحر انت؟ شنو البلايص يعجبوك؟ اما عندك المرسى، حلق الويل، وسيدي بوسعيد. في تونس العاصمة؟ ما تخرجش من تونس؟ نخرجش من تونس. والله. ما يعجبوكش بحورات نابل؟ يعجبوني اما انا كل مرة انت نابلية خاطر؟ ما يعجبوني عمني ولا سيفت غادي، نحب بدل البلاصة. كل مرة نكتشف بلاصة جديدة، عبيد أخرى. احكي لنا شوية على بحورة نابل. نابل عبارة بيسين، تدخل غادي تشوف الماء نظيف هكا، الحوت يعوم تحت ساقيه. حوت الماء نظيف هكا، وعبيد باهيين ويفرحوا بالناس ويحبوا الناس. من أحسن البحورات في نابل أناهم؟ مريزقة. مريزقة وعندك حمامات. هذوما اللي باهيين معناها في نابل. وأجواء معناها تحفونا على الأخر، وأجواء صيفية، وتجي من كل بلاد جزيرية في نابل غادي، ومرحبا بأهل الجزائر معناها في نابل. كيفاش تقاوم فيها السخانة هذية؟ قاومها من ظل لظل. أنت مثلا تخدم توا هابطة في القايلة هكا تخدم ولا؟ لا ما نخدمش. علاش هابطة؟ هابطة باش نحوس. علاش قاعدة في القايلة؟ في القايلة. من علاش في القايلة؟ أنا يعني ديما نحب الشمس، ديما ندور. القويلة. نحب القويلة. تعرف عليك، صح عليك. جنون القايلة، أنا يعني كيك من جنون القايلة. أنت واحدة من جنون القايلة؟ هكا هو. أكثر يطلع بيت ديما تلقاها في القايلة هيربة تجري تحب تروح. دوك تلقاهم في البحورات توا، أنا جاي في الكار ناس ماشية للبحورات. ماشيين يبحروا، فما اللي يبحر، فما اللي ماشي باش يحوس، فما اللي فما عباد تقاوم السخانة هذه بالبحر، وفما ناس ما تنجمش تقاوم ولا بالقاعدة في الدار قدام الكليماتيزور. هكاك يعطيك الصحة، قاعد والهواء مقابلته والمروحة وكهو. هكا هو.
هذيك هي الحياة معناها في السيف، خاطر السيف هذي في سيت عادة سيف ضيف السيف. وانت من أحب السيف؟ ما أحب السيف، نحب السيف أنا يعني. خاطر مولودة في أول السيف، نحب السيف كاو. معناها تحب خاطر أكثرية عباد يحبوا الشتاء. أنا نحب صحيح الشتاء، أما أنا مولودة في أول. كيما اللي مولودين في السيف يميلوا شوية للسيف. يعطيك الصحة. تحب وشتاء زادة به في ركشة في الدار وبرود، مش كيما الصيف. الصيف هذايا متاع تحويس، فما ناس تخدم في الشتاء باش ينجم في الصيف يحوس. يبدا ما يخو كونجي أليز معناها، قلت أنا الفلوس هذوكم نحوشهم معناها للتحويس، مش نحوشهم معناها باش نقعد في الدار. علاش خاطر شنو هو المشاكل اللي تنجم تصير هكا في وسط البحر؟ في وسط البحر مثلا طفل تولد على سمعنا معناها البريود اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي فما مشاكل بحورات الغير مؤمنه تصيروا فيها مشاكل. انت هل تعرضت مره المشكله في البحر؟ لا لا، اللي يحترم روحه يحترمه، ما تلهيش بالناس يعوم حد روحه. ما صارت ليش، اما ممكن يغلط. شفت ما فماش معناها عباد تولد ولا كل شيء، اللهم واحد معناها تولد على طفله ولا عمل لها حاجه ممكن هكاك معناها. اللي يحترم روحه يحترموا العباد معناها، تعوم على روحك ما تدور بحد بقدرك معناها تعوم. ما صارت ليش مشاكل معناها، ما ذاكش نقول، ونقول ربي يهدينا على بعض. كيما تقول هالكلمه هذي خاطر نقولها، خاطر في الدنيا هذي تهز كان فعلك معاك، كان فعلك به تهز الفعل الباهي، كان فعلك خايب تهز الفعل الخايب. خاطر في الدنيا هذي فيها الموت. انت فما شكون ظلمك؟ انا فما شكون برشا عباد ظلموا. انت ظلمت شكون؟ ما نظلمش انا، عمري ما نظلم. انا نعيش انسانه مسلمه، نعيش كل حد ينجم يغلط راهو في حياته. لا ما نغلطش حتى مره. عمرك ما غلطت في حياتك؟ عمري ما غلطت، ما نمشيش الغلط، يزمك تصلح من روحك. غلطت عمره ما ينفع. نخلي لك كلمة الختام. قلهم إن شاء الله العام السيف هذا مبروك علينا، وإن شاء الله يتعدى عام مبروك، وربي بعد علينا المشاكل. آمين.